تاريخ انتهاء الصلاحيه لا شان له بصلاحيه الطعام ماذا يمكنك ان تقول في هذا في سيناريو مألوف تقف امام ثلاجتك وتمسك علبه اللبن التي تحتفظ بها في الرف امامك تقرا صلاحيه تاريخ الصلاحيه المنتهي المطبوع على غطائها فتقوم بفتحها لتفحص رائحتها وتجدها طبيعيه يبدو انه مشهد روتيني يستطيع اغلبنا استحضاره بمجرد الحديث عنه يعتاد الجميع إتباع خدعة الوقوف أمام أرفف الأسواق أثناء التبضع واختيار المنتجات التي تختبئ خلف منتجات الواجهة لعلمنا بأن تاريخ إنتاجها أحدث وتاريخ إنتهاء صلاحيتها أطول. ماذا لو علمت أن هذه التواريخ لا تلعب أي دور في صلاحية المنتج الذي بين يديك ولا تتحكم بموعد فساده أساساً؟ وإنما كتبت لأغراض أخرى بعيدة تماماً عن صلاحية الطعام. هذا صحيح. إحدى المعلومات المغلوطة المنتشرة بيننا هي أن تاريخ الصلاحية الذي يطبع على الملصقات الخارجية للأغلفة التي تغلف طعامنا أو المختومة على قاعدة المعلبات هي تواريخ معنية بشكل رئيسي بسلامة طعامك أو قربه من الفساد ولكن الحقيقة أن هذه التواريخ تدفعك لرمي طعامك في سلة مهملات دون أن يكون قد فسد فعلا باستثناء طعام الأطفال وبعض العقاقير الطبيعية فأنت حقا تتخلص من طعام صالح للأكل لا بأس إن كنت من ضمن ال45% من المستهلكين الذين يعتقدون أن أن انقضاء هذه التواريخ يجعل الطعام غير آمن للأكل. تقول ديون جافيلي أخصائية تغذية اكلينيكية في جامعة واشنطن هذه التواريخ وضعت من قبل الشركات المصنعة وتعني أن بيع هذه المنتجات سيكون أفضل خلال هذه التواريخ. وبالأخص تعني العمر الافتراضي للمنتج كنكهة ولون وهو يستند إلى رأيهم الشخصي وليس إلى معيار أمان محدد. علما أن دائرة الغذاء والدواء لا تتطلب أي تواريخ سلامة أو أمان على أي منتج غذائي باستثناء حليب الأطفال وتضيف بريندا واتسون المديرة التنفيذية للشركة الكندية للتثقيف في مجال سلامة الأغذية الاستهلاكية هذه التواريخ هي مجرد وعود من الشركة المصنعة للمستهلك تفيد بأن جودة التغليف والتعبئة والمنتج داخلها ستكون في أعلى مستوياتها ضمن الفترة الممتدة بين تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء الانت... بالنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها فإن الأمريكيون يهدرون ما يقارب 30% إلى 40% من الإمدادات الغذائية الأمريكية وهو ما يكفي لإطعام 47 ملعب كرة قدم مليئا بالمشجعين سنويا وذلك الأمر في بريطانيا حيث تقدر كمية الغذاء الذي يهدر ويتحول إلى نفايات نحو مليوني طن إن عملية إهدار الطعام التي يلعب يلعب ملصق التاريخ دور البطولة بها تشمل المستهلكين والبائعين أيضا فعندما سئل أحد البائعين في المحال التجارية عن إمكانية التبرع بالمنتجات التي تنتهي صلاحيتها عوضا عن رميها قال إن المحال التجارية لا تستطيع تحمل مسؤولية أن يصاب أحدهم بمرض جراء تناوله لمنتج انتهت صلاحيته بالرغم من أن المنتج لم تنتهي صلاحيته فعلا ولا يوجد أي قوانين يحمل المتبرع مسؤولية يحمل المتبرع مسؤولية تبعات تبرعه في تجربة قامت بها مقدمة أخبار سي بي سي ماركت بلايس لكشف حقائق هذه التواريخ بالاستعانة بأخصائي في علم الأحياء الدقيقة لتوضيح ما الذي يمكن أن يحدث لو قمنا باستهلاك المواد التي انتهت صلاحيتها وفقا للتاريخ الملصق على أغلفتها قامت بجلب بعض المقرمشات التي انتهت صلاحيتها كما هو مطبوع منذ سنة وما إن قام الأخصائي بفحصها حتى أكد أنها صالحة للأكل والإستهلاك، إلا أن طعمها تغير وجودتها اختلفت ولكنها آمنة تماما وهذا تماما ما أكده دكتور أوز في برنامجه عبر استعراض العديد من المنتجات المنتهية الصلاحية ولكنها قابلة للأكل دون ضرر حتى بعد سنوات من انتهائها. وأكد قائلا نحن نتخلص من كمية كبيرة من الطعام القابل للأكل العديد من الأغذية المنتهية الصلاحية يمكن استهلاكها إذا خزنت بطريقة سليمة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن متى تنتهي صلاحية طعامك فعلا؟ إذا وضعنا الملصقات وتواريخها جانبا، فما زلنا بحاجة إلى أن نعرف متى يصبح الطعام غير آمن للإستهلاك. من الضروري الانتباه دوما إلى المكونات القابلة للتلف. يحدث التلف عادة نتيجة سوء التخزين سواء تخزينها في مستودعات المحال التجارية أو تخزينها في البيت قد تتعثر عملية نقل البضائع أحيانا أو تتعرض لدرجة حرارة لا تناسبها أثناء التخزين كل هذا من شأنه أن يقصر العمر الافتراضي المطبوع على هذه الملصقات هنالك بعض الإشارات البصرية التي تدلك على أن تدلك على أن المنتج قد تعرض للتلف ولم يعد صالحا للاستهلاك حتى وان كان ضمن فجوة تاريخ الصلاحية كاستشعارها بالحواس ان يكون سيء الرائحة وان تصبح الفواكه او الخضر طرية ان تظهر بعض الحبوب على سطحها اما بالنسبة للحوم غير المطبوخة فبمجرد ان تصبح لزجة فهي غير امنة للاستهلاك اطلاقا. في كتابي The F Factor Diet تقول أخصائية التغذية تانيا زوكر زوكربروت إن وعي المستهلك ضروري جدا في فهم هذه التواريخ وأن البكتيريا ستجد دوما مكانا مناسبا للنمو، الألبان تقريبا يفضل الالتزام بالتواريخ المطبوعة عليها، ولكن إن كانت ملاحظتنا البصرية سليمة كاللون والرائحة فإنها صالحة لمدة من أربعة إلى خمسة أيام بعد انتهاء صلاحيتها وفقا للتاريخ المطبوع. اما بالنسبة للحوم فتقول بان تخزينها في الثلاجة لاسبوع ومن ثم يمكن نقلها لمجمدة الطعام والاحتفاظ بها لثمانية اشهر صالحة للاكل كما ارفقت ملاحظة بالنسبة للمعلبات التي تمتاز بتواريخ طويلة تمتد لسنتين او ثلاثة وقالت بوضوح ان هذه التواريخ معنية في حال عدم استخدام المنتج ولكن تتقلص هذه المدة لاسبوعين كحد اقصى لحظة فتحه بالتاكيد بعض المنتجات يتم تقدير عمرها الافتراضي بشكل دقيق ولا ينصح باستهلاكها بعد انقضاء التاريخ مثلا الاجبان القابله للدهن للدهن كيف تضمن تخزينا امنا يقع على عاتق التخزين كل الصلاحيه بعض الأصناف تتلف بسبب تخزينها الخاطئ. هناك عدة ملاحظات بسيطة تساعد المستهلك على توفير بيئة آمنة للأطعمة التي يتم تخزينها في الثلاجة أو مجمدة الطعام ذا فريزر كونجيلاتور. وهنالك أيضاً بعض الأصناف التي شاع تخزينها في أرفف المطبخ إلا أن مكانها الصحيح هو الثلاجة. ويذكر منها المكسرات، الحبوب، وتعد درجة برودة الثلاجة عاملا مهما في الحفاظ على الأطعمة قد يبدو هذا بديهيا ولكن درجة الحرارة المنخفضة جدا تجمد الطعام وهو ما يحول الثلاجة إلى مجمدة قد تفسد الخضرة والفواكه المليئة بالسوائل ودرجة الحرارة المرتفعة ستجعل من الثلاجة مكانا يرحب بتكاثر البكتيريا من المهم ضبط الثلاجة بدرجة برودة متوسطة ومن المهم ايضا ان لا تكون ارفف الثلاجه مزدحمه بالطعام المتكدس من المهم ان يجد الهواء فراغا ليكمل دورته داخل الثلاجه والتكديس قد يعيق حركه الهواء البارد مما يجعل بعض الاماكن دافئه رغم بروده الثلاجه المعتدله وهو ما يحفز البكتيريا ومن اهم النصائح عدم حفظ الالبان والاجبان ذات المكونات الحساسه جدا تجاه الحراره في باب الثلاجه حيث أن باب الثلاجة هو المكان الذي لا يتمتع بدرجة حرارة ثابتة نتيجة فتحه وغلقه في كل الأوقات. هذه ليست دعوة لعدم الالتزام بالتواريخ الموضحة على أغلفة المنتجات، وإنما هو تنبيه يدعو للوعي والحد من هدر الطعام طالما هو صالح للأكل. حيث يشير المؤشر العالمي للجوع سنة 2018 إلى أن مستوى الجوع ونقص التغذية في جميع أنحاء العالم يقعان في منطقة الخطر. للوصول إلى غاية الحد من إهدار الطعام لا بد من اتباع نهج جديد في التعامل مع الطعام حيث فشلت 79 دولة حول العالم في الوصول إلى خطة صفر جوع أو نسبة المجاعة تكون حوالي صفر بالمئة وجميعها دول سجلت نسبا ضخمة في هدر الطعام فلا تستعجل في المرة القادمة التي تقرأ بها تاريخ انتهاء صلاحية صلصة الطماطم مثلا في ثلاجتك أو علبة التونة خذ نفسا عميقا وتفحصها قبل ارجاعها لرف ثلاجتك او ارميها في سله المهملات الى هنا احبائي نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الفيديو نرجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا بهذه المعلومات القيمة لا تبخلوا علينا بالاشتراكات في القناه ومشاركه الفيديو مع اصدقائكم ولكي نترك, ولكي, ولكي نترك المرجع هذا القناة فهذا هو فهذا كما يقال هو مقال ما حررته مادلين المشارقة إلى أن نلتقي في فيديو أخر دمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء